مينا لماذا لا تبدأي؟ Trying not to crash right into you. But you look at me like you know something I don't. It's almost like you see where this thing's gonna go. Send me to my knees. Start prophesizing that you'll wreck my life and leave me high and dry. Yeah, but you look at me like you know something I don't. It's almost like you see where this thing's gonna go. مينا يمكنك فعلها، أنت تطيعي. يا إلهي، آسفة جدا سيد تومسون. أهلا كالفن، كنت أتساءل هل لديك لحظة للتحدث؟ سألتقي بك لاحقاً. نعم، ماذا؟ كنت أنوي أن أخبرك بشيء، لكن فكرت أن أريك بدلاً. ما هذا بحق الجحيم؟ لقد صنعت هذا لأريك أنني حقاً حقاً أحبك وأعرف كل شيء عنك، مثل أنت من برج العذراء ومطعمك المفضل هو جيوفاني، وهذه هي عدد المرات التي تقاطعنا. أنت بحاجة إلى مساعدة. حسناً، هناك شيء خطير غير صحيح بك. لا لا، حقاً، مثل احتياجك لإجازة مع جوارب مانعة للانزلاق. أيها المطارد اللعين، ابتعد عني. آسف على ذلك، دعني أساعدك. هل أنت بخير؟ ما الأمر؟ ألم تسمع؟ أنا متأكدة أنك حتعرف قريب، المدرسة ستعرف. مرحبا مينا،
هل تألمت عندما سقطت من تلك الشجرة خارج نافذة غرفة كالفن المتعقب؟ نينا، شكرا على الآلة الحاسبة. ماذا تبحث الآن؟ مرطب الشفاء، لا أستطيع العثور عليه. واو، عندنا وضع حقيقي هنا صح؟ ما الذي يحدث؟ أعني لم أرك يوما بدون ابتسامة، على الأقل ليس في السنة الماضية منذ بدأت هوسك الصغير بحبك السري من طرف واحد. أوه، يا له من حب غير متبادل. توقف عن هذا، الأمر ليس مضحكا بعد ما حدث. ماذا حدث؟ لا أصدق انتظاري عاما كاملا لأعترف بمشاعري لكالفن لأتلقى أسوأ خبر على الإطلاق. أو خبر رائع جدا. انظر، ما أكن أعتقد أبدا أنني سأخبرك بهذا، خاصة ليس في كافيتيريا بوكستيد من بين كل الأماكن. لكن الحقيقة يا مينا، أنا نوعا ما أحبك. أحببتك منذ كنا أطفالا، ولم أدرك كم أحبك حتى بدأت بالهوس بكالفن. لكن الآن بعد أن لم ينجح ذلك فكرت ربما، تعلمين، يمكننا أن نعطي أنفسنا فرصة. لم أقصد إخافتك. هل أنت بخير؟ لا أفهم. طوال العام الماضي منذ أن عرفتك كنت دائما تبتسم، ما الذي تغير؟ هل كل هذا بسبب كالفن؟ هل تريد التعرف عنه؟ أنا مستمع جيد ولست هنا لأحكم، أعدك. الأمر فقط، كنت مهووسة بإعجابي كل يوم على مدار العام الماضي، وهذا سبب ابتسامتي. ولكن الآن بعد انتهاء كل شيء ذهب الحماس تماما، الأمر محبط. لكن أعني ليس الأمر وكأنك كنت معه أو شيء من هذا النوع. إنه نوع من هذا القبيل. هل كنت يوما من المعجبين بشخص بشدة؟ من أحاول خداعه؟ أنت الأكثر شهرة في المدرسة، أنت من لديه المعجبين. لكن الأمر يشبه إلى حد ما إذا كنت من المعجبين الكبار بمغني أو رياضي معين وتشعر بالحماس لمجرد رؤية ما يفعلونه وترغب في معرفة كل شيء عنهم. كنت أكبر معجبة بكالفن، حتى رؤية حسابه على إنستغرام أو تويتر أو رؤيته في المدرسة أو معرفة أين يذهب بعد المدرسة كانت تجعلني سعيدة. أعتقد أني كنت ألعب لعبة حب من طرف واحد. أعلم أن هذا يبدو محرجاً أو أي شيء، لكن على أي حال الآن لا أستطيع حتى تحمل رؤية أي شيء عنه بعد ذلك المنشور الذي كتبه. لقد ألغيت متابعته فقط. ما أعتقد أنه محرج للشخص الملائم. لا أقصد أن يبدو الأمر فلسفياً للغاية، لكن كما يقول المثل لن تكون كافياً للشخص الخطأ، لكن حظل كافية للشخص المناسب. أشك في ذلك، لا أعتقد أنني سأكون كافية لأي شخص. يجب أن تتبعني بدلاً من ذلك. What؟ أتعلم، حتى تستطيع لعب لعبة الحب من جهتك معي لتتجاوز كالفن. والشيء الوحيد الغريب عدم رؤية أسعد فتاة في بوكسايد تبتسم، أليس كذلك؟ فكر في الأمر، اسمي الحقيقي رايان ليو، اسم 40،
صحيح. هل اتخذت قرارك؟ سنلعب. بدأت حتى في تتبع عدد المرات اللي رأيتك. Sure, I'd never find someone to make my head spin around. No one's ever gonna be the thing I need. They all just let me down. But baby, you saved me. Uh-huh. Yeah, baby, you saved me, saved me. You turn everything gray, clouded in navy, into new shades. You color me, oh, so worth the wait. Glad I was patient. 'Cause you color me till I'm brand new. Looking in the mirror, I'm brand new. Everything's so different now. Pray I'm never coming down. Babe, you got me feeling bad. Never be the kind of girl to feel a love like this. Now you got me buzzing, music humming, feel it in my fingertips. Yeah, baby, you saved me. Uh-huh. Yeah, baby, you saved me. You turned everything gray, clouded in navy, into new shades. You color me, oh, so worth the wait. Glad I was patient. مرحبا مينا. انتظر لحظة، ما زلت لا تبتسم. لا أعرف، الأمر ليس كما كان مع كالفن. أشعر أنني كنت أعرفه. همم، ربما لا تعرفينني جيدا لأنني لست كتابا مفتوحا. كالفن دائما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أنا لست كذلك حقا. نعم لاحظت ذلك. لماذا لا تنشرين؟ لا أعرف، لقد كنت دائما منغلقا قليلا. أعتقد مني ألق من أن يحكم علي الناس بمجرد التعرف. أنت تمزح صحيح؟ نجم موقع كتبك، لماذا تهتم بآراء الناس؟ لأن هذا كل ما يعرفه الناس عني. لا يعرفون الكثير غير ذلك سوى شكلي وأنني جيد في لعب كرة السلة. وبما أن هذا هو السبب في إعجاب الجميع بي، يمكن أن يكون مخيفا بعض الشيء أن أزعزع هذه الصورة. أتعلم؟ نعم هذا منطقي، لكن لا أعرف كيف سنلعب هذه اللعبة إذا كنت منغلقة بهذا الشكل. لا أقول إن عليك أن تظهري مشاعرك طوال الوقت، لكن يجب أن تكوني على طبيعتك ودعي الناس يحكمون عليك كما أنت حقا. لكن لست الشخص المناسب للحديث عن هذا، لم ينجح الأمر معي حقا. ماذا عن هذا؟ يمكنني أن أخبرك المزيد عن نفسي يمكنك ربما حتى تجربة بعض الأشياء التي أحب القيام بها من باب التغيير لتتعرف علي بشكل أفضل. هل سيساعدك؟ لكن يجب أن يظل بيننا. أعشق مسارات الدراجات، النزهات يوم الأحد مع والدي، أنا قريب جدا منهم وقد أستمع أو لا أستمع إلى تايلور سويفت بانتظام. انتظر دقيقة، أنت من معجبي تايلور سويفت؟ نعم، صيف قاس كان يجب أن تكون أغنية منفردة. ننتقل إلى شيء آخر، أحب الخبز وأنا قائد فريق الخطابة والمناظرة. هل تخاف من التحدث أمام الجمهور؟ نعم لا أدري إن كنت قد سمعت، لكنني هربت وتقيأت عندما جاء دوري لتقديم العرض في صف الخطابة والبلاغة. حسناً، لدي نصيحة لك. عند الشعور بالتوتر أغلق عيني وأتنفس عميقاً
وأتخيل أنني أتحدث إلى شخص يجلب لي الراحة. واو، مرحبا، يبدو أن هناك سعادة. كنت أتساءل عن رؤية تلك الابتسامة مرة أخرى. شكرا لمساعدتك، أضفت بعض الأشياء لمزار رايان الصغير. أوه، أضفت بعض الأشياء، أليس كذلك؟ لطيف. لقد ساعدتني أيضا. بالمناسبة قررت أن أكون أكثر انفتاحا على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف لم ألاحظ؟ لقد فعلتها للتو. ألهمتني يا مينا. سأغادر الآن. لماذا لا تذهب لتفقد؟ أراك تبتسم مجدداً. أوه، هل تهتم بريان الآن؟ إنها مجرد صفقة بيني وبينه لتجاوز كلفن، استبدال هوس بآخر، هذا كل ما في الأمر. لماذا لم تسألني؟ أنت تعلم أنني كنت سأعقد صفقة معك يا ريان، كان بإمكانك أن تنشغل بي. أنت تعلمين أن ريان لن يهتم بفتاة مثلك، أليس كذلك؟ نعم، يمكنه الحصول على أي فتاة يريدها، لماذا يقبل بفتاة غريبة الأطوار؟ إنه يلعب بعقلك. In a long lost dream, it's where I'll find you. With the wind blowing through your hair, brings me to my knees. In a long lost dream, it's where I'll find you. مينا، مينا، انتظري. آسفة، لا أستطيع التحدث الآن، في عجلة. هل يمكنك التوقف عن المشي لثانية واحدة؟ ما الذي جرى معك؟ رائع، رأيت ذلك، ألغيت متابعتي. انظر، لا أستطيع فعل هذا بعد الآن، لقد فقدت أفضل صديق لي بسببك، وليس هناك شيء حقيقي هنا. أنت تستغلني لتعزيز غرورك بينما يمكنك الحصول على أي فتاة تريدها في المكتب. لا، هذا ليس ما يحدث. وأحطم قلبي بلعب هذه اللعبة معك. هل يمكنك على الأقل أن تفعل لي معروفاً أخيراً؟ من فضلك. ما هو؟ هل يمكنني عناق؟ بالتأكيد. Thank you.
مستحيل، هذا بالتأكيد معدل بالفوتوشوب. هل يمكن لأحد أن يشرح لي كيف هذا ممكن؟ أنا وهو ربما ابتزوه لفعل ذلك. هاشتاغ مطارد. كم تعتقد أنها دفعته ليعانقه؟ فتاة القيء تثير رغبتي في التقيؤ. مينا. كالفين، ماذا تريد؟ انظر، أعلم أنني كنت قاسياً جداً من قبل، لكن ذلك فقط لأنني كنت متفاجئاً. هذا كل شيء. ولكن الآن بعد أن أتيحت لي الفرصة للتفكير في الأمر، كنت أتساءل، ربما تريد الخروج في وقت ما. يا انصرف كلب. السبب الوحيد اللي يخليك مهتماً بمينا الآن هو لأنها مع أكثر شاب مشهور في المدرسة. هذا غير صحيح. لكن لا تضيع وقتك يا رجل. الحقيقة أن ريان يلعب بها فقط، هو لا يحبها. يقول من؟ لا تتظاهر بالغباء يا ريان. أنا صديق مقرب لمينا منذ كنا أطفالاً، فتخبرني بكل شيء. أعرف كل شيء عن لعبتك الصغيرة ومن المريض كيف تلعب بها. أنا لا ألعب بها، هذا أكثر من مجرد لعبة صغيرة بالنسبة لي. لماذا لا تغلق فمك؟ ماذا؟ عن ماذا تتحدثون؟ ها؟ لماذا لا تهتم بشؤونك يا رجل؟ تهتم بشؤوني؟ نعم، أنت الذي قاطعتني عندما أتحدث إلى مينا. لا تلمسني يا رجل. وكأنك اهتممت بها يوماً، نشرت تغريدة على تويتر وأذللتها، والآن بدأت تميل نحوي. نعم، لكنها لا يجب أن تكون معك يا مانديف. أنت لا تهتم بها حتى، أنا الوحيد الذي يهتم. قلت إنك لا تتحدث باسمي. توقفوا. إذن عليك أن تختار. نعم، من سيكون؟ ها؟ مينا، هل يمكننا نتحدث فقط؟ ما يدي شيء نتكلف عنه. أحبك. لماذا؟ أنت ريان ليو، فتى الأحلام في المكتب، وأنا مينا، فتاة غريبة مطاردة تتقيأ. لا، لا أرى الأمر كذلك. هل تعرف كيف أرى نهاية هذا؟ سنلعب هذه اللعبة حتى تشعر بالملل، وستذهب لتجد فتاة أخرى جميلة وشهيرة. ستدرك أنك لا تريد أن تكون معي بعد الآن، وسينكسر قلبي. لا، 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 هذا لن يحدث. أنت السبب في فتح قلبي، لن أكسر قلبك. هل تمزحين؟ لماذا تريد أن تكون معي؟ هل تسمع ما يقال عني؟ لا يهمني، لا يهمني ما يعتقده الآخرون بعد الآن. حسنا، يجب أن أكون نفسي، أترك الناس يحكمون علي لما أنا عليه فعلا. أنا الشخص الذي يريد أن يكون معك. هذا لم يعد من طرف واحد بعد الآن. مينا، أنا حقا أحب. مينا، تحرك، ابتعد عن الطريق. ريان، ريان، ريان. من فضلك استيقظ، أرجوك كون بخير. كان يجب أن أكون في ذلك السرير بالمستشفى. هل سيكون بخير؟ ها؟
هل هو حبيبك؟ ليس حبيبي، أشبه بصديق جيد أظن. حسناً، وفقاً لجدوله قفز أمام سيارة من أجلك، يبدو لي أنه صديق جيد جداً. ريان هنا، لديه فرصة 50-50 للاستيقاظ. الآن نجري اختبارات لنرى ما يمكننا فعله. عذراً، يسمح هنا فقط للعائلة الآن. شكراً جزيلاً. مينا؟ مينا، أنت آخر من يلقي كلمته. أوه، رائع، ستتقيأ مجدداً. يجب أن نصوره هذه المرة. تخيل عالماً حيث يرفع الناس حاجبهم عند أفكارك، حيث يتم تجاهل أحلامك الكبيرة وكأنها مجرد مزحة، وحيث كونك نفسك يثير الأمور. ما الخيارات التي ستتخذها؟ كيف سترد؟ اليوم أنا هنا لأخبرك عن شخص لم يتبع القواعد، الذي أثار الأمور وترك بصمة حقيقية في التاريخ. أتحدث عن آلان تورينج، عبقري كان سابقاً لعصره في الرياضيات والمنطق والحواسيب. كانت أفكاره متقدمة جداً ولم يفهمها الجميع أولاً. هل يمكنني نزع العصابة الآن؟ تقريباً. تقريباً. يا إلهي. يا إلهي. انتظر لحظة، كيف عرفت أن كعكات الشوكولاتة هي حلوتي المفضلة؟ هذا ما تطلبه دائماً من المخبز، لذلك بدأت تعلم كيفية صنعها بنفسي. ولوني المفضل، لديك الكثير من اللون الأزرق. دائماً تختارين طلاء الأظافر الأزرق عندما تقومين بتقليمها. نادراً ما يعرف أحد أن زهوري المفضلة هي عباد الشمس. لا أصدق أنك عرفت ذلك.
ومرطب الشفاه أيضا، كنت أبحث عنه. آسف، كنت أردت تذكارا. لا أصدق أنك كنت تتابعني طوال هذا الوقت. هل تعتقد أنني مطارد غريب الأطوار؟ أوه لا لا على الإطلاق، إلا إذا كنت تظن غير ذلك. مرحبا، كما قلت لن تكون أبدا كافيا للشخص الخطأ، لكن ستكون. كوني دائما كافية للشخص المناسب. آسف، لكنني أنتظر أن يقعه شخص ما قبل أي شخص آخر. هاي. هاي. لدي شيء لأريك إياه. حصلت على درجة ممتازة في خطابي. كل الشكر لك. قبل أن بعد تقيأتي. حصلت على هذا. أوه. لا. بدأت أشعر بالمرض مرة أخرى. يا ريان، شفت منشورك على إنستغرام. أنت فعلا من معجبي تايلور سويفت؟ هذا سخيف. طيب وكيف يكون سخيف؟ أوه حديث جيد. مرحبا، جرب مرة أخرى بعد الحصول على نقد حقيقي. وخبزت لك شيئا صغيرا. هذه أفضل بكثير من تلك في المخبز. هم